ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقره كيفاش تكوني ايجابيه في تربيه المراهق رفقه الكوتش اسماء مجاني المختصه في التربيه الايجابيه. اهلا بك كوتش اسماء. اهلا سناء، مرحبا. الله يبارك فيك، نتمنى تكوني على خير ان شاء الله. الله يبارك فيك. اليوم غادي نتكلموا على كيفاش نجعلوا المراهق مميز ونحفزوه في ترك بصمه ايجابيه في حياته مستقبلا. فكنعرفوا على انه المراهقه مرحله انتقاليه طبيعيه، وفي نفس الوقت واحد المرحله اللي هي مميزه الى المراهق نجح بمساعده وتحفيز الأهل أكيد في ترك واحد البصمة إيجابية في حياته المستقبلية. فنبغي نعرفوا معك كوتش أسماء من خلال التربية الإيجابية كيفاش الأباء يعني بيديهم مفاتيح أنهم ينجحوا مرحلة المراهقة أو لا يفسدوها، وكيفاش يحفزوه على التميز في هذه المرحلة بالتحديد. أول شيء يمكن اللي نتكلم فيها لسنا في هذا الموضوع ديال المراهق المميز هو شنو معنى ديال المميز. يعني عنده خصائص معينة، وهاد الخصائص عند المراهق كتكون في الشخصيه ديالو اولا. وحنا كاباء دائما كنسالو كيفاش نحفز الطفل ديالي، دونك شنو هما القيم المحفزه باش نقوي الشخصيه ديال الطفل ديالي المراهق. هاد الشخصيه ديال الطفل كتكون بنيه غالبا على كيفاش كنربي انا وليداتي بعدا، اولا كيفاش قررت نربي الطفل ديالي. وهاد التربيه حتى هي بنفسها كتكون بنيه على واحد الاسس، من بين هاد الاسس هي نبني واحد الثقه بيني وبين الطفل ديالي المراهق. كنا تكلمنا على كيفاش نوضع الثقه في المراهق ديالي في الحلقات اللي فاتت. نبني علاقه ايجابيه بيني وبين الطفل ديالي، يعني نركز على كل ما هو ايجابي عند الطفل، نعزز السلوك الايجابي عند الطفل المراهق، ماشي اللي كيديرو عادي، لا، كل انجاز قام به نجعله مميز بطريقه التشجيع. ما كاينش يمكن شي حلقه اللي ما كنتكلموش فيها على التشجيع. في التربيه الايجابيه كيبقى التشجيع هو اساس التحفيز. الوغ الا كان المراهق كيتصور او كيحس براسو بانه راه قادر يفعل الشيء، نكونوا على يقين كاباء بان راه غادي يوجد واحد المتعه في الانجاز ديالو، ويمكن له يمشي كاع للاتقان الا كان حس براسو راه قادر يدير هذه المساله هذه. وكاين واحد الاساس الاخر في التربيه اللي هو تعديل او تصحيح السلوك السيء. دابا لسنا الى جيت نطرح السؤال على الاباء ونقول لهم في نظركم هاد الاسس دابا اللي ذكرنا شنو هو الاساس اللي كنركزوا عليه اكثر، الاباء تيجاوبونا تيقول لك هو الاخر، هو التعديل وتصحيح السلوك. يعني اغلبيه الاباء اللي كنتلقاو الاسئله ديالهم كتكون حول تعديل او تصحيح السلوك ديال الطفل. في قليله بزاف من الاباء اللي كيتكلموا على كيفاش نبني علاقتي مع الطفل ديالي، كيفاش نحسن علاقتي مع الطفل ديالي. يعني كان التربيه كلها راهي تصحيح السلوك. الطفل ديالي ما كيسمعش شنو ندير، الطفل ديالي كيدابز مع خوتو شنو ندير، الطفل ديالي مدمن على اللعب ولا لي زيكرون شنو ندير، ما بغاش يقرا شنو ندير، ما بغاش ينعس بكري شنو ندير. التصحيح والتقويم ولكن راه ماشي هو العمود الاساسي ديال التربيه. العمود الاساسي ديال التربيه هي هذيك العلاقه اللي انا غادي نبني مع المراهق ديالي. الا كان شي لسنا الا كان عندي مشكل ولا خلل في العلاقه بيني وبين الطفل ديالي، العلاقه الا كان عندي مشكل معاه فيها ما غيمكن لي نحط حتى توجيه، ما غيمكن لي نعلمو حتى شي قيمه ولا حتى شي مبدا. خاصني نبني على العلاقه هي الاولى تكون سليمه، وعاد ديك الساعه يمكن لي نحط شي حاجه باش حتى هو يثق فيا. لا قلت شي حاجه التركيز الاوليه ما يمكنليش نتكلم على شي تربيه الا ما كانش العلاقه هي الاولى كاساس. كاساس هذا هو العمود الاساسي في التربيه. وسبحان الله العظيم لسنا ملي كنسالوا الاباء خلال الدورات او الورشات شنو هما المهارات او المواهب او القيم اللي تبغيو تغرسوا عند وليداتكم، شنو كتسناو من وليداتكم؟ هذا الجهد كله اللي كتبذلوا نتوما كاباء شنو كنتسناو حنا منهم؟ ايوا الجواب تيكون نبغيوه يكونوا مسؤولين مستقلين، كيحبوا شنو تيديروا، بغيناهم يكونوا صالحين، كيحترموا، متفوقين، مخلقين، سعداء. مزيان هادشي كاع كله مزيان. دابا انا حطيت واحد هاد اللائحه اللي فيها الاهداف كلها ايجابيه، ما كاين مشكل. السؤال المطروح هو شنو انا كأم ولا كأب كنبذل من جهد باش طفل المراهق يكون مثلا مسؤول. شنو كندير انا؟ شنو هو الدور ديالي؟ شنو علمته باش يكون مسؤول؟
هنا انا ما تنطرحش هذا السؤال باش يكون واحد التأنيب بالضمير، ولكن غير باش نوعاو شويه باش الوالدين يراجعوا نفوسهم ويعرفوا كيفاش يساعدوا يعني المراهقين ديالهم انهم يخليو ديك البصمه يعني في حياتهم المستقبليه. شنو علمناهم، شنو الحوايج اللي ميزناهم فيهم؟ يعني فعاود ما نمشي هذه ما كدارش، هذه ما كدارش، هذه ما كدارش، بالعكس غادي نمشي في الامور الايجابيه. هذه الا بغيتي توصل لها ها كيفاش، ولا انا ما نهضرش بزاف، هذه الا بغيتي توصل لها كندير انا بالفعل باش هو كيتبعني. شوفوا الحال ديال الام وديال الاب. مثلا بغيتو يكون مسؤول، دونك انا باش نساعد الطفل ديالي يكون مسؤول مثلا من الصغر نخليه يشارك في بعض المهام على حسب السن ديالو. محدو تطرقنا على تطرقنا لهذا في الحلقات السابقه. هذا دور كبير، محدو هو تيكبر ومحد داك المهام كتطور. كاين بزاف ديال لي زوتي الادوات يعني الوالدين اشنو زرعوا وشنو يعني قادوا مع الابناء ديالهم. كاين بزاف ديال الادوات اللي كنستعملوهم في التربيه الايجابيه باش نزرعوا هاد المهارات في الابناء ديالنا. واخا سمحتي كوتش، يعني من بين هاد القيم شنو هي هاد القيم المحفزه اللي غادي تقوي الشخصيه ديال المراهق؟ اول قيمه انا يمكن لي نتكلم عليها لسناء هي الكرامه. كرامه كرامه. غتقول لي كيفاش غننميو الكرامه في الطفل؟ انا بصراحه ما نعرفش نجاوبك على هذا السؤال. اللي كنعرف هو اصلا الانسان كيتزاد كريم. أيه. سيدي ربي خلقو كريم. والدور ديالي انا كام او كاب او كمربي ماشي ننمي فيه، هو نحافظ له على الكرامه ديالو حيت هو اصلا زايد بها. دونك انا الدور ديالي هي الحفاظ، انا والطفل ديالي متساويين من ناحيه القيمه الانسانيه. كنا قلنا اون ايغو ان تيرم دو فالور هومان. انا عندي مسؤوليه، انا وصلت لواحد السن ديال النضج اكثر، زعما عندي مسؤوليه اكثر من الطفل ديالي، نضج اكثر من الطفل ديالي، ولكن انا وياه من ناحيه من القيمه الانسانيه متساويين. فوقاش كنكونوا ما كنحافظوش على الكرامه ديال الطفل ديالي؟ هي ملي كنهينو، هي ملي كنشتمو، هي ملي كنعطيه اسوأ الاسماء، كنبقى نعيط له بشي اسماء اللي ما كتناسبش مع انسان اصلا. ملي كنضربو، ملي كنعاقبو، العلاقه كتكون كلها مبنيه على عنف. كيفاش هاد الاب ولا هاد الام يمكن لك تمنى يكون المراهق ديالك عنده شخصيه قويه وتجعله مميز وانت ما محافظلوش على كرامته؟ وانت اول واحد مجبر باش تحافظ له على الكرامه ديالو. فعلا يعني فعوض ما يحافظ عليها كيقيسوا لي الكرامه ديالو. ولا انا لا بغيت نقوي الشخصيه ديال الطفل ديالي كتبدا من الدار، من المنزل، من البيت. علاش؟ حيت هاد الطفل، هاد الولد ولا هاد البنت غادي ملي يخرج من الباب ديال الدار غادي يمكن له يواجه صعوبات، غادي يمكن له يتهان على برا. اذا انا ملي يكون الطفل ديالي معايا خصو يحس بانه مهم وبانه كينتمي وباننا كنحترموه. وهنا فين كيبدا التبادل ديال الاحترام. هادشي كلشي انت غتطرق له، غتحفظ له الكرامه ديالو، وغتحرص بانك ما تقولوش شي حاجه خايبه وما تهينوش وما تسبوش وما وشنو غادي تلقى؟ شنو انت كتزرع في هادشي؟ انت كتزرع في واحد القيم، شنو غادي تلقى من بعد؟ غتلقى بالمثل، غتلقى المثل من عند الطفل ديالك. ما عمره ما غيتعامل معك بواحد التعامل اللي عكس داكشي اللي تربى فيه ولا عكس داكشي اللي تزرع فيه كقيم. غير نعرفوا واحد المساله، ملي ما كنحافظوش على كرامه الطفل، الطفل ما نقولش راه الطفل غادي يقول ما غنبقاش نبغي ماما وبابا، بالعكس غادي يبغي غيبقى واخا هو ما الكرامه ديالو ما تحافظتش، غادي يبقى يبغي ماما وبابا. ولكن عرفتي شكون اللي ما يبقاش يبغي نفسه؟ وهذا اصعب واصعب. دونك فوالا، كاين قيم اخرى محفزه لتقويه شخصيه المراهق ولكن ما تيتسالناش الوقت. ولكن كوتش مزيان ذكرتي هاد القيمه اللي صراحه قليل فاش كنتكلموا عليها بالنسبه للعلاقه ما بين الوالدين وما بين الابناء ديالهم، وهذه هي الاساس. هذه هي اللي غتبني وغتخلي انه يكون عنده واحد البصمه ومستقبلا يعني حتى في علاقته مع الناس، لانه ملي كنحافظوا له على الكرامه ديالو حتى هو كتبقى نفسه عزيزه، وفي نفس الوقت كيتعامل مع الاخرين بواحد الشكل اللي هو مزيان اللي هو صائب. عكس الى فقد الكرامه ديالو يعني من البيت اشنو غادي يعطي للمجتمع؟ ما عنده ما يعطي. متفقه معك لسناء. الكرامه هي اول شيء اللي نحافظه، كيف قلنا راه ما تنميوش فيه الكرامه، ماشي مكتسبه وانما داكشي. علاش؟ كل ما عنده كرامه قدرنا نحافظوا عليها من الصغر، كل ما
قوينا الشخصيه ديال الطفل، ماشي بها هو عنده ثقه في نفسه. كل ما هرسناه من صغره ولو نبغي نجبر معاه زعما نصلح معاه شي حوايج من بعد، راه ديجا تربى بهم وخلاو دي سيكاتريس بوتيتغ. يعني انا تنطلب من الاباء من الصغر من الزياده، حيت هما كيتزادوا، انا قلت لك فيهم هاد القيمه هذه، حافظوا عليها، حافظوا على الكرامه ديال الطفل ديالكم. كاين واحد الشهاده ديال واحد الام واللي نبغي اننا نتقاسموها مع كل اوفيائنا. انا كنبغي نلخص تجربتي مع ثلاثه ديال وليداتي متلقه بهم، اللي كلهم ذكوره، 17 عام 19 عام و 23 سنه. من صغرهم وانا كنشجعهم على المسؤوليه، كنعطيهم الحنان، ما عمرني ما قلت لهم سيروا تحفظوا، مفهماهم انه هذيك حياتهم ومستقبلهم. حرص انني ندخلهم للرياضه من الصغر اللي كيحبوا وكنحفزهم عليها. الحمد لله عمرهم ما كماو رياضيين، تيقراو دابا في الجامعه. كنت نشوفهم من صغرهم كبار في عينيا بقيمتهم، كنقدرهم، ولكن بالحب والصرامه كيف كتقولي كوتش، مع الصمت، ما كنضرب، ما كنغوت، ما كنشد معاهم الضد. والحمد لله فلحت بتيسير من الله في التربيه. انا راضي عليهم. فشنو تعقيبك كوتش على هاد الشهاده الحيه؟ تبارك الله من هاد الام، الله يحفظ ليها وليداتها، واللي الحمد لله توفقات في تربيه المراهقين. واللي عجبني بزاف، وحنا عاد كنا كنتكلموا على الكرامه، وهي شرحتها بواحد الشكل، قالت وانه كنت نشوفهم من صغرهم كبار في عينيا بقيمتهم. ما شاء الله. التعقيب ديالي انا هو هنيئا لهاد السيده اللي هاد الشيء اللي وصلت له مع وليداتها، الله يحفظهم. هاد التربيه اللي ذكرات راه تربيه ايجابيه، يعني كتشجعهم على المسؤوليه، الحنان، كتفهمهم، مدخلاهم الرياضه، كتقدرهم تقدير تقدير فعلا. تقدير، الحب والصرامه، كتحترم الوقت ديال الصمت، حيت حتى الصمت راه هذه راه سيت اون فاسون دو كومونيكي، حتى هي راه كن ولي حتى هي كتعطي نتيجه، حتى هي كتعطي نتيجه. ما كتضربهمش، ما كتشدش معاهم ضد، وكملاتها براضيه عليهم. دونك هادشي كلشي تربيه ايجابيه، زعما ما شاء الله، وهنيئا هاد الام اللي خلقت، زعما اللي فوالا خلقت هاد الجو ديال هاد التربيه الايجابيه في وسط العائله ديالها. انا نصيحتي لهاد الام غير ما تنساش راسها في هادشي كله. يعني تبارك الله وصلت لواحد لو ريزولتا ما شاء الله ايجابي، ما تنساش راسها. الحمد لله مطمئنه على وليداتها، المهمه ديالها راه كتقوم بها، ما عندهاش ولا على ولا كتقوم بها، شوف وقت نفسها دابا ما تبخلش على راسها وتسديها شويه في راسها. هنيئا لهاد السيده، ومصاب الاباء يكونوا كيسمعوا يسمعوا لهاد الشهاده ديال هاد الشهاده ديال هاد السيده باش يقتديوا بها. لانه كوتش صراحه بالتربيه الايجابيه الامور كتسهال علينا، لربما دابا الوالدين كيديروا واحد المجهود كبير في الاوامر، الوليدات كيبقاو يعندوا معاهم، كيضغطوا عليهم دائما، كتقول لك انا مستريسيه، المشادات، الحده، الخلاف، يعني بزاف ديال الامور، وعاد ما كنوصلوش النتيجه. في التربيه الايجابيه ممكن بالصمت، ممكن بكلام بسيط، ولكن يعني واصل، ممكن ما نمشيوش للاوامر ولا للضغوطات. والحمد لله، يعني لا من جهه ديال الوالدين كيتفهموا، كيبقاو مرتاحين، يعني ماشي بالضروره انا نتكلموا بصوت اللي هو مرتفع ونكونوا يعني بواحد العنف. هادشي قلناه في الاول ديال الحصه لسناء، قلنا راه كاين الاباء اللي التربيه ديالهم في بالهم بان التربيه راه كلها تصحيح سلوك، راه غير الا بدلنا النظره ديالنا على شنو هي التربيه، راه ماشي هي صحيح السلوك، راه هي راه حتى انا جوت زعما اوني باغا، كنبغيو نتمتعوا بهاد العلاقه. واش غادي نوليو كل واحد ولا في دور الاباء كيخاف من هذا الدور؟ بالعكس، راه خصك تتمتع به اكثر من قبل ما تولي تخاف. ملي غتتمتع به وغتمشي في الامور الايجابيه، وغادي تحط واحد العمود، وغادي تحط واحد الاطار مع الطفل ديالك، وغادي نشجع اللي خصو يتشجع، ونوجه اللي غادي نوجه، يعني كتولي بالعكس داخل بحال داخل الحرب مع الاطفال، ما يمكنش، ما خصوش يكون. وكيوليو حتى الوالدين الحمد لله كيتمتعوا بكل مرحله بمرحله، مرحله الطفوله عاشوها مع وليداتهم، مرحله ديال المراهقه، او ثاني ان شاء الله مرحله ديال ملي كيكبروا وكيبداو يفكروا في المستقبل ديالهم. فكتلقى ان الوالدين الحمد لله اللي مشاو في التربيه الايجابيه كيعيشوا كيستمتعوا، يعني كيستمتعوا. حتى تيعجبني الحال انا ملي الاباء كيجيو كيبداو يقولوا لنا شي حويجات زوينين، يبداو كيظهروا لهم في وليداتهم، تتقول له راه
ماشي هو اللي هو راه اصلا راه فيه داكشي، راه انت اللي ما كنتيش كتشوف. النظره اللي تغيرات، راه النظره اللي تغيرات. فهمتي؟ تعجبني الحال الاباء كيفاش كيهضروا على وليداتهم بواحد الطريقه ايجابيه، راه ما فيهمش غير الخايب. يحاولوا انا شتي غنقول الاباء يدخلوا للدار وياخذوا 5 دقائق ويبقاو يلاحظوا وليداتهم، شوفوا واحد ولا جوج ولا ثلاثه الله يحفظهم. دونك غير يلاحظوا وليداتهم، شوفوا فيهم حويجات مزيانين، ما تشوفوش غير صحيح السلوك. صحيح السلوك غادي يجي هكاك، غادي يجي تلقائيا الا تعلمتي كيفاش توجه انت كاب. راه كل شيء منا حنا الاباء. تبارك الله عليك كوتش اسماء مجاني، مختصه في التربيه الايجابيه. شكرا لك بزاف على الحضور ديالك وعلى كل هاد النصائح والمعلومات اللي كتقدمي لنا دائما فقره كيفاش تكوني ايجابيه في تربيه الطفل والمراهق. نتمنى تجربوا هاد الاقتراحات، ونتمنى انهم يعني يعجبوكم هادو الشيوات ساهلين خفاف بساط في متناول جميع السيدات، وبصحه والراحه.
بغيتي تعمل.